رجل شجرة احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بكم في هذه الأمسية في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هلا سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية بمعية شيخنا الفاضل الأستاذ عمار محجوبي. فمرحبا بك بيننا. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك شيخنا. الله يبارك فيك شيخ. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، في افتتاحية هذا العدد نسعد بمناقشة الموضوع التوجيهي: ربنا أفرغ علينا صبرا. حقيقة الأيام التي نعيشها نحتاج فيها إلى مثل هذه الكلمات، نحتاج فيها إلى هذا التضرع: ربنا أفرغ علينا صبرا وفرج عنا ما نحن فيه. ومما أعجبني وأنا أتصفح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذا البيت الشعري الذي يقول فيه القائل: وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. شيخنا الشيخ عمار محجوبي، هذه الكلمات التي أود أن أبسط معها معك النقاش فيها: الصبر، تفريج الهم، تفريج الكروبات، ماذا عسانا أن نقول لمشاهدينا الكرام في هذه اللحظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ حمزة، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما من شك بأن الحياة أيام، فقد تكون سعيدة وقد تكون ربما مشوبة بالبلاء، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولذلكم لا يخلو حال المؤمن من شكر أو من صبر، ومقام الشكر مقام محمود، ومقام الصبر مقام محمود. والمولى عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والصبر يكون عندما يبتلى المرء في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في أي أمر من الأمور، لأن الدنيا هذا شأنها لا تدوم على حال. ولذلك قد يكون الإنسان صحيحا وفجأة يبتلى، ولقد ابتلانا المولى عز وجل في أيامنا هذه بهذه الجائحة التي ربما أصابت الكثير من إخواننا ومن أعزائنا الذين أصيبوا، نسأل الله عز وجل لهم الشفاء، والذين قضوا نسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جنانه، ونسأل الله بعد ذلك وقبل ذلك أن يرفع عنا الهم والغم وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. ولذلكم عندما نتكلم عن المرض نحن نتكلم عن البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن الإنسان قد يبتلى
في ماله وقد يبتلى في جسده وقد يبتلى في أهله، حتى أنه قال حتى الشوكة يصابها، كل ذلك يكون كفارة للذنوب. ولذلك نقول إن قضاء الله عز وجل وقد إن القضاء والقدر حيثما يعني قلبته، رغم أن ظاهره ربما فيه سوء ولكن مع ذلك فيه خير، فلو لم يكن من البلاء إلا أنه يكفر السيئات لكفاه ذلك. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن بقي من بعض ذنوبه شيء شدد عليه سكرات الموت حتى يلقاه كيوم ولدته أمه. ولذلك مرضانا نسأل الله عز وجل أن يشفيهم، وهؤلاء الذين شوفوا نبشرهم بأن الله عز وجل قد كفر ذنوبهم، والذين قضوا هم مع الشهداء بإذن الله عز وجل. ولذلك أنتم ترون بأن المسلم دائما وأبدا ينظر إلى الجانب الإيجابي، أي نعم نحن في جائحة ونحن في مرض، ومع ذلك يعني نمتاز عن غيرنا من البشر بأننا نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. ففي الحديث الشريف في حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. ولذلك نقول للإخوة المرضى لا تحزنوا، فإن الله عز وجل مكفر ذنوبكم، ومن لطفه أن يسر لنا المولى عز وجل الدواء، ويسر لنا الأطباء، ويسر لنا المستشفيات، ويسر لنا الذين يقومون بمعالجتنا. ولذلك نقول إنها محنة، ولكن بإذن الله عز وجل فيها منحة نحتاج ونحن نعيش هذه المحنة نحتاج أن نعلم بأننا نحتاج إلى الصبر، والصبر هو أن لا ييأس الإنسان ولا يقطع الأمل ولا يقول انتهت الدنيا في هذه الجائحة، وإنما يكون له أمل، فعسى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، وعسى أن تسود الصحة، وعسى أن تسود الطمأنينة. ولذلك عندما نقول الصبر نحن نقصد بأن يكون للإنسان أمل، أن يكون له بعد نظر، أن يكون له ثقة في الله عز وجل وثقة في المستقبل. والمولى عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نستغل الفرصة، لأن المريض دعاؤه مستجاب، وكل مؤمن يدعو لأخيه بالغيب دعاؤه مستجاب. فلنكثر الدعاء، لنكثر الدعاء ليلا ونهارا، ولنلتمس مواطن الإجابة، ومن بين مواطن الإجابة السجود، ومن بين مواطن الإجابة بعد الصلاة، ومن بين مواطن الإجابة في الثلث الأخير من الليل. فلقد ورد أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كل سحر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وبالتالي ندعو الله عز وجل، والمولى عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلقد طلب منا الدعاء وتكفل بالإجابة. والمولى عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا بد من الصبر، ولا بد من الدعاء، ولا بد بعد ذلك من أن نرعى هؤلاء المرضى. في الأمور العادية نحن مطالبون بزيارتهم
وعندما نزورهم نودهم ونحمل إليهم الهدية ونحمل إليهم ما يسرهم، لكن والحال أن الزيارة ربما في هذه الأنواع من الأمراض، ما دامت الزيارة ممنوعة وهذا أمر يعني مشروع في دين الله عز وجل، فلتكن زيارتنا متمثلة في الإحسان إليهم، ومرضانا يحتاجون إلى الكثير. بعض الناس عندما نكلمهم عن الوقف وعن الصدقات الجارية مباشرة يتكلمون عن بناء المسجد ويتكلمون عن حفر الآبار، لكنهم ينسون أن بناء المستشفيات من مظاهر الإحسان، وينسون بأن تطبيب المرضى من مظاهر الإحسان، وينسون ربما بأن توفير ما يحتاجه المريض كالأكسجين على سبيل المثال من مظاهر الإحسان. قد يقول قائل: لما تقول لنا هذا ونحن مجرد مواطنين عاديين؟ أي نعم، أنتم مواطنون، وسبق درهم درهمين، يعني قد يتصدق الإنسان بدرهم فيكون وهو يملك درهمين فيكون قد أنفق نصف ماله، وقد يكون الإنسان يملك 1000 درهم ويتصدق بدرهم فيكون قد تصدق ببعض ماله. ولذلك نقول إن مجال الصدقات مفتوح للأمة كلها، ومفتوح بصفة خاصة لمن يسر الله لهم الغنى ويسر لهم الظروف، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك إذا كان الله عز وجل قد أنعم علينا بالمال، فلنعلم بأنه من أبواب البر، ليس مجرد بناء المساجد ومجرد حفر الآبار ومجرد يعني الحقيبة المدرسية التي تعطى، وإنما كذلك عندما نحمل ما يحتاجه المستشفى الموجود في ولايتنا أو الموجود في مدينتنا، نحمل إليه ما يمكن أن ينفع المرضى، فإن هذا من أبواب البر ومن أبواب الإنفاق ومن أبواب الإحسان. لا نقول هذا باعتبار أن الدولة ليست يعني قائمة بمثل هذه الأمور، وإنما نقول هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك يعني ونحن نتكلم عن هذا الموضوع نرفع أيدينا إلى الله عز وجل وندعوه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يبدل حالنا إلى أحسن حال، وأن يرجع البسمة لنا جميعا بإذن الله عز وجل، وأن يشافينا جميعا شفاء لا يغادر سقما، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا شيخنا شيخ عمار محجوبي على هاته الكلمات النيرات أو هاته الإرشادات والتوجيهات في باب البر والوقف، فنرجو أن تكون قد أنارت درب الكثير من المحسنين والمساهمين في أعمال الخير. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى استقبال المكالمات الهاتفية للمشاهدين. نبدأ مع الأخت رؤية من برج بوعريريج التي نعتذر لها اعتذارا شديدا لإطالتنا عليها في الرد. رؤية مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر انقطعت مكالمة الأخت رؤية. إذا ننتقل إلى المكالمة التي بعدها. أخي حمزة، من معنا؟ فاطمة من غليزان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فاطمة. فاطمة السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أختي فاطمة، نحن في الاستماع وشيخنا الشيخ عمار محجوب في الاستماع. في هذا الفضاء نستقبل مكالماتكم الهاتفية من أجل تنويركم ومن أجل الإجابة على أسئلتكم الفقهية والدينية بمعية مشايخنا الأفاضل. اليوم نسعد بالإجابة على هذه الأسئلة بمعية الشيخ عمار محجوبي. نعم أخي حمزة. مليكة من النعامة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مليكة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بقى الآن بنحب حلقة بكثير حسب هذا سؤاله. نعم.
لم أسمعك جيدا أختي مليكة، رجاء فقط عدلي من مكانك أو من الهاتف حتى تكون المكالمة أكثر وضوحا ونسمعك جيدا، وحاولي وارفعي من صوتك كذلك. نعم تفضلي. نعم 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 أختي مليكة، المكالمة غير واضحة، زملائي في العارضة التقنية أتمنى أن تتواصلوا معها وتأخذوا منها رقم هاتفها لنتواصل معها خارج الحصة. ننتقل إلى استقبال مكالمات هاتفية أخرى. نعم أخي حمزة. أم ماريا من باتنا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أم ماريا. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي من بجرح، مش من باتنا، من بجرح أخي الكريم. نعم مرحبا أم ماريا من بجرح. سؤال الشيخ الكريم. نعم تفضلي. شيخي من فضلك، عندي الام تاعي كما نقول احنا جداتي مريضه، مرضت راهي كما نقول احنا تموت في الموت. نعم. قالوا لها عندك كما نقول احنا هذاك المرض مرض كورونا، قالوا كما نقول احنا دوها الدار وخلوها في الدار. نعم. يا اخي دوك حبيت نستفتي منك، اسكو تقدر تروح تشوف هالام تاعي بالرغم من انه الام تاعي عندها قلبها لوطونسيون مريضه، اسكو تقدر تروح تشوف يماها في هذيك الحاله؟ وعندهم كما نقولوا احنا كما نقولوا احنا خالي كان مريض، عنده ثاني مريض حاله، وقعوا حاله منهم تموت كما نقولوا احنا ثابت حاله. هل تقدر الام تاعي تروح تشوف يماها في هذيك الحاله ولا ما تقدرش؟ نعم تسمعين الاجابه اختي ماريا. شكرا اخي، شكرا. شكرا. فاطمه من اضرار، السلام عليكم ورحمه الله، اهلا فاطمه. وعليكم السلام. أهلا أختي فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي نحن في الاستماع. نعم أختي فاطمة، إذا انقطعت المكالمة، مكالمة الأخت فاطمة من أضرار. حمزة هل معنا مكالمة هاتفية أخرى؟ واضح من وهران، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا نتكلم عن طلعت سؤال. تفضل نحن في الاستماع. قضية ميراث. قضية ميراث. نعم. والأب توفى في صافي 4 أشهر. توفي منذ 4 أشهر. نعم. وترك ميراث عند الأخ تاعي الأوسط. نعم. مجموع مقدار من المال كبير، لأنه هو كان مغترب في فرنسا، وكان يمشي كل مرة يروح يخلص دراهمه ويجي، ولما توفى كان ديجا الأب قبل ما يتوفى جبناه من فرنسا مريض، ما كانش يعرف شيء يهدر، ما كانش يعرف، كان في حالة مرضية شديدة، مرض الخبيث عافانا وعافاكم الله. وكان يوصي، كان بعض المرات نريحوا معاه انا واحد من الناس والاخ الكبير، كان يوصينا يقول لنا دير الامانه راهي عند خوكم الاوسط. ولما توفى الاخ الاوسط هذا بدا يتهرب يوميا، ما بغاش يقابلنا للتكلم على الميراث او على التركه، وزاد يعني كيما نقولوا احنا نايفنا جميعا، أنا والأخت والأخ نعم. السؤال تاعي يا هل ترى هذا الإنسان ما هو الحل معاه؟ نشكو به العدالة، نشكو به ربي، نسمحوا في كلش ونخلوه على نعم. تسمع الإجابة بإذن الله أخي، واضح من وهران. هل لديك سؤال آخر أم تكتفي بهذا القدر من الأسئلة؟ واضح من بوفاطيس. من بوفاطيس. بوفاطيس. إذا تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا. الله يسلمك. شكرا سيدي. شكرا. الله يسلمك. أم ماريا من الجلفة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا أم ماريا. السلام عليكم ورحمة الله. أم ياسين مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم ياسين. أهلا بكم.
ربي يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم. ان شاء الله، تفضلي، نحن في الاستماع. الله يسلمك ليك، راني مليت باش نشدكم اليوم خير، راني الحمد لله بالصوت. مرحبا بك سيدتي. الله يسلمك، ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. الله يسلمك. خير على الناس خير ان شاء الله. نعم، نحن في الاستماع. سيدتي أم ياسين، رجاء اسمعينا من الهاتف واخفضي من صوت التلفاز حتى تكون المكالمة أكثر وضوحا، ورفعي من صوتك حتى نسمع السؤال جيدا. تفضلي، نحن في الاستماع. شكرا سيدتي. نعم سيدة أم ياسين، نحن في الاستماع. نتكلم. نعم تفضلي، نحن في الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وليداتي، وشكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ، حبيت نسقسيك على ولدي ياسين. نعم. حبيت نسقسيك على ولدي ياسين. خدام حفاف، العامل تاعو حفاف. نعم. إيه. كي عنده العمل تاعو حساس يقول لي بلي راسي الدراهم تاعو بلي حرام ما نبنيش بهم البيت، راسي عمره 35 سنة الدراهم تاعو كاع ما يبنيهم، شنو يصرفهم؟ ما نتزوج ما بيهم حاجة يقول لي دراهمي حرام ما نتزوجش بهم. هو هذيك هي الخدمة تاعو ما عندوش، لو كان يحبس بك الخدمة تاعو ما عندوش خدمة أخرى. نعم نعم تسمعين الإجابة. هل لديك سؤال آخر؟ سؤال ثاني. نعم. سؤال ثاني وليدي ما مش عارفة سمعت ما يصليش، يعرف كل شيء، والصلاة يقول لي من بعد نهيئ روحي نهيئ روحي، عليك وكي ما زلنا ما بقى 35 سنة كان يصلي وعد الوقت كان يصلي، هم من بعد هذا تكا 5 سنين ولا تقع الصلاة، يقول لي هم بعد نصلي وفي غد هم بعد نصلي حتى نهيئ روحي، هاني زعما هكذا مانيش مستعد للصلاة وهكذا، مانيش عارفة كيف الحالة تاعو، والله محيرني محيرني، يقول لي نمض في قلبي منقلق عليه بزاف، ندعي يقول لي مع النهار كل الثقة ندعي كل الثقة ونصح هو مغرب في الدنيا. نعم. نعم تسمعين الإجابة بإذن الله. هل لديك سؤال آخر؟ وفيك بارك أم ياسين. شكرا. راضية من العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا راضية. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي نحن في الاستماع. أنا عندي سؤال، أنا مريضة مرض الرب. مريضة مرض الرب. نعم. وفي رمضان نصوم نصوم بصح نسد نصوم ونزيد نخرج على هذاك النهار نصدق. ودوكام يقولوا لي لازم تعاودي تدخل فيه، وانا الرب والديقان واسمه البومبان البخاخه يعني نستعملها يوميا كل دقيقه كل ساعه. هذا هو سؤالي اخي الكريم. الله يشفيك ان شاء الله. ان شاء الله شفاك الله وعافاك وعافى كل المسلمين في شتى بقاع المعموره. هل لديك سؤال اخر ام تكتفين بهذا السؤال؟ شكرا. اختي شكرا راضيه. شكرا سيدتي الفاضله. حمزة، هل هناك اتصال هاتفي أم نشرع في الإجابة على الأسئلة؟ بإذن الله نشرع في الإجابة على الأسئلة. نبدأ بأم ماريا من باش جراح شيخنا، تقول بأن جدتها يعني مريضة بمرض كورونا كوفيد-19 في المستشفى، يعني قالوا لهم اتركوها في المنزل بسبب ممكن ظرفها السيء جدا أو ما شبه ذلك على حد تعبيرها. تقول هل بإمكان والدتي أن تذهب لزيارتها في منزلها، مع العلم أن والدتي مريضة بمرض القلب وسبق لخالي أن كان واحدا من مرضى كوفيد-19. بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء نكبر في الأخت الكريمة هذا الشعور أو هذا الإحساس، فالوالدة مريضة ومع ذلك ما سألت هذا السؤال إلا لأنها تؤمن إيمانا جازما
بأن الالتزام بتعاليم الأطباء أو بتوجيهات الأطباء ضرورية، وإلا لما سألت هذا السؤال إطلاقا. هذا يدل على الوعي الذي يتمتع به مجتمعنا، ولله الحمد والشكر. ولذلك نقول هذا الأمر ليس فتوى شرعية، وإنما هو قضية طبية. وحتى وإن كان لنا أن نقول يجوز أو لا يجوز، نسأل الأطباء، والأطباء يقولون إن مرضى الكورونا أو هذا الوباء يعني مصابون بجائحة، وينبغي أن يخضعوا لما يسمى بالحجر الصحي، وقد يكون هذا الحجر الصحي يترتب عليه عزل تام للمريض، نتيجة لأنه قد يؤدي إلى إصابة غيره. فإذا كان الأمر يتعلق بهذه القضية، والأطباء قد يعني وجهوا هذه التعليمات، فيعني ديانة ينبغي الالتزام بهذه الأوامر. ونقول للأخت الكريمة التي تريد أن تزور أختها أو أن تزور ابنتها الله أعلم، نقول لها اصبري واحتسبي وأكثري من الدعاء لها، واعلمي بأنك عندما لا تقتربين منها فإنك تحافظين عليها هي في حد ذاتها، لأن زيارة المرضى قد يزيد مرض المريض، قد يزيد مرض المريض، وقد يعني وقد يصاب المريض في حد ذاته. ولذلك نقول ما دام الأطباء يعطون تعليمات واضحة بأن المريض ينبغي أن يكون في الحجر الصحي وينبغي أن يكون في العزل الصحي، هذه قضايا ينبغي الالتزام بها، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. شيخنا واضح من وهران يقول بأن فيه قضية ميراث، والدهم توفي منذ 4 أشهر، والدهم يقول بأن كان لديه يعني مبلغ من المال يتركه عند أحد أولاده يعني الأوسط، ومرة على مرة يذهب إلى أرض المهجر فرنسا ليحضر تقاعده، وفي مرة من المرات كان يعني ازداد عليه المرض الخبيث كما قال هو، وعاد من أرض المهجر يعني لا يستطيع الكلام ولا يستطيع الحركة، وفي مرض الموت كان يقول لهم بأن مبلغ أو الأمانة عند أخوكم الفلاني، لكن عند وفاته عندما وافته المنية وانتقل إلى الرفيق الأعلى، بعدها الأخ عندما يحدثونه في الموضوع يتهرب، وبعدها عاد كافة إخوته. الآن أخوه يقول إلى من نشتكيه، إلى العدالة أم إلى المولى عز وجل، أو ماذا نفعل معه شيخنا الفاضل؟ من فضلك انصحنا. هو يمكن أن يكون الوالد قد وضع هذا المال عند هذا الأخ الكريم كأمانة، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما دامت أمانة فالأمانة ينبغي أن تؤدى لأصحابها، وما دام الوالد قد توفي فإننا مطالبون بأن نطبق عليه قاعدة الميراث، التجهيز والدين والوصية والميراث. ولذلك نقول ما فعله الأخ الكريم من تهربه من إخوانه وعدم مواجهته لهم هو نوع من عدم تأدية الأمانة إلى أصحابها. ولذلك إذا كان الأخ الكريم يسمعنا نقول له إن الوالد قد وثق فيك وأعطاك الأمانة عندما كان حيا، وبالتالي ما دام الوالد قد مات فإن الأمانة أصبح لها أصحاب حق آخرون، ليس الوالد وإنما الذين لهم حق في الميراث. ولذلك نقول للأخ الكريم يعني حاول أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تصلح ما بينك وبين إخوانك، ويعني اذهب إلى إخوانك وقل لهم بأن الوالد
قد ترك المبلغ الفلاني، وتطبق عليه قاعدة الدين، ويأخذ كل ذي حق حقه. وإن كان الوالد قد كتب لك هذا المال في حالة مرضه، والسؤال يقول بأن الوالد الذي توفي مريض بمرض السرطان، فإن الفقهاء يقولون بأن الهبة في مرض الوفاة باطلة، لأن عادة أن الهبة في مرض الوفاة يفعلها المرء من أجل أن يمنع غيره، ومن ولذلك يعامل بنقيض مقصوده. فلعل هذا الوالد عندما رأى بأن الأيام قد قصرت، وبالتالي لعل في قلبه شيء تجاه الورثة أو ما إلى ذلك، يقول أنا أريد أن أعطي هذا المال لفلان أو لعلان أو لزيد، أو أعطيه صدقة للمسجد أو ما إلى ذلك. في مرض الوفاة هذه الهبة لا تصح إطلاقا، بل إن الشريعة الإسلامية تعامل هذا الميت بنقيض مقصوده، حتى وإن ذهب إلى الموثق ووثق هذه القضية، وثق هذه الهبة بوثائق شرعية، لكن إذا كان هذا التوثيق في مرض الوفاة فإن هذه الهبة تكون باطلة بإذن الله عز وجل. ولذلك إذا كان قد أخذ الأمانة ولم يعطها إلى أصحابها، نقول أسرع وأعطي الأمانة لأصحابها. وإذا كان استدرج الوالد من أجل أن يكتب له وثيقة بهذا المال، نقول هذه الوثيقة باطلة، لأن الهبة في مرض الوفاة باطلة ولا تصح. ماذا نفعل مع الأخ الكريم؟ يعني ننصحه، نتصل به، نذهب إلى الكبار الذين يحترمهم، فإن لم يعني يرجع إلى الطريق، يعني لابد من أن يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم في هذه القضية، وستنصفون بإذن الله عز وجل إن شاء الله يا رب العالمين. أم ياسين من الجلفة تقول بأن ابنها ياسين يشتغل حلاقا، وبأنه يأبى أن يصرف في المنزل، وكذلك يأبى أن يتزوج من الجني الذي يجنيه من هذه المهنة بحجة أن ماله حرام، فما قولكم شيخنا؟ هو الغريب في الأمر لا يريد أن ينفق المال، لأن المال الذي يجنيه من عمله ومن عرق جبينه حرام، في حين أنه رجل راشد، ومع ذلك يسترزق من الوالدة. الوالدة أو الوالد مطالب بأن ينفق عليك قبل البلوغ، أما إذا وصلت إلى البلوغ فإنه ليس مطالبا بأن ينفق عنك. الوالد مطالب بأن ينفق على البنت وإن وصلت البلوغ، وإن وصلت الثلاثين أو الأربعين ما لم تتزوج، هذه الوالد مطالب بأن ينفق عليها. أما الذكر فبمجرد أن يصل سن البلوغ، لنقل سن البلوغ القانونية، هل الوالد مطالب وجوبا بأن ينفق على الولد؟ ليس مطالبا وجوبا، وإنما مطالب عن طريق الإحسان. متى يكون الإنفاق على الولد واجب؟ ما دام الولد دون سن البلوغ، فإن هو وصل إلى سن البلوغ، ولعلي أقول هنا سن البلوغ الرسمية، إذا وصل سن البلوغ الرسمية فإن الوالد إن أنفق بعد ذلك فإنما ينفق تكرما منه. ولذلك نقول للأخ الكريم، دع أو انزع من ذهنك هذه الأوهام، وأن مالك حرام وما إلى ذلك. أنت تعمل وبعد ذلك تعرق وتخرج الصباح وتعود إلى المساء، ثم بعد ذلك تجني مال، لما لا تنفق هذا المال على الوالدة فتفرحها
فتنال الخير في الدنيا وفي الآخرة، ولعلك تنفق على والدك، بل لعلك تنفق على أسرتك جميعا، بل لعل الله يرزقك زوجة صالحة وتتزوج. ولذلك نقول للأخ الكريم إن كونك تأمى من أن تنفق من مال الحلاقة لأنك تشك بأنه حرام أهون من كونك عالة على والدتك التي ربما تجد ما تنفقه عليك وربما لا تجد ما تنفقه عليك. والله أعلم. والله أعلى وأعلم. في سؤالها الثاني تقول بأن أحد أولادها لا يصلي، وتقول بأنهم حدثوه في موضوع الصلاة طويلا لكنه لا يصلي، في كل مرة يقدم حجة، يقول لهم مانيش واجد، نهيئ نفسي، ما رانيش جاهز، فما قولكم شيخنا؟ هو الإنسان بمجرد أن يبلغ سن البلوغ هو مطالب بأن يصلي، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك على الآباء أن يراعوا هذه القضية، لأن بعض الآباء يتركون أبناءهم حتى يشتد عودهم ويشتد ساق ويعني ويكبرون، ثم بعدئذ يأمرونهم بالصلاة. فإننا عندما نأمر أبناءنا بالصلاة بعد أن يبلغوا من السن ما شاء الله كان، يصعب على الأبناء أن يصلوا، لكن والحال أننا أمرناهم بالصلاة لسبع وضربناهم عليها لعشر وفرقنا بينهم وبين المضاجع، فإن الفتى أو الفتاة لا يكاد يبلغ سن البلوغ حتى يجد نفسه مصليا، يعني الصلاة قد أصبحت من كيانه كما يقول، فلو أنه نسي صلاة واحدة لا يهدأ له بال حتى يؤدي تلك الصلاة. والمولى عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت أن آمر أحدا فيصلي بالناس وأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة ربما عقوبتها أن تحرق عليهم البيوت. وفي الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكافرين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال العلماء أهو كفر ملة أم يعني أم أهو كفر ملة أم كفر ما أدري، يعني بتعبير آخر هل ترك الصلاة يؤدي إلى الكفر الذي يخرج من الإسلام أو هو عبارة على كبيرة من الكبائر؟ جمهور العلماء يقولون بأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الذي يموت تاركا للصلاة يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه زوجته لا تطلق منه وأبناؤه ينسبون إليه، فإذا قلنا بأنه كافر فإنه إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا ينسب إليه أبناؤه كما يقال. ولذلك نقول إن قضية الصلاة ليست أمرا هينا وإنما أمر صعب. إذا كان الأخ الكريم يسمعنا نقول له أسرع وأصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فإن ملك الموت ربما يتجول قريبا منا. ولذلك يقول القائل رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. أنت لا تدري متى يزورك ملك الموت، فلعل ملك الموت يزورك وأنت على غير الصلاة، فتلك نهاية والله مأساوية. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ولذلك نقول للأخ الكريم إنك لا تدري
متى تنتقل إلى ربك؟ فلعل ملك الموت يكون على يمينك أو على شمالك أو من أمامك أو من خلفك، لعلك لاه عن الصلاة أو منغمس في المعاصي وهو يريد أن يقبض روحك. ولذلك نقول للأخ الكريم إن كان يسمعنا، أصلح ما بينك وبين الله وصلي، فإنك إذا صليت يعني المولى عز وجل يتقبل منه. ولا تقل، لا تقل أنا لا أصلي حتى أنتهي من حتى أصبح لا أكذب وأصبح لا أنم وأصبح لا، يا سيدي صلي واكذب، صلي واغتب، صلي ونم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله إن فلانا يصلي معنا، إن فلانا يقع في بعض المعاصي، قال أو يشهد الصلاة معنا؟ قالوا نعم، قال دعوه فإن صلاته ستنهه، صلي فإن الصلاة سوف ترقى بك إلى مدارج السالكين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع أبناء المسلمين. شكرا شيخنا الشيخ عمار. قبل المرور إلى سؤال الأخت راضية، نلتمس من أخي حمزة أن يحذر لنا مكالمتين أو ثلاث مكالمات. راضية من العاصمة تقول هي مريضة بمرض الربو وتصوم رمضان، تخرج الفدية عن كل يوم بسبب أنها تحتاج للبخاخة يوميا وتضطر إلى استعمالها في النهار مع العلم أنها صائمة في ذلك اليوم، فما قولكم في هذا شيخنا الفاضل؟ والله هذه قضية وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء، والذي أعلمه من بعض المتأخرين من المالكية أنهم يقولون بأنها تفطر، يعني استعمال هذا لابومب أو ما إلى ذلك هو مفطر. وبعض الفقهاء ربما من المالكية ومن غير المالكية يقولون لا فرق بين هذا لابومب والغازات التي نشتمها ونحن نسير في الطريق السريع، على سبيل المثال الغازات التي تخرج من العوازل أو الدخان الذي يكون في بعض المصانع خاصة التي تقوم بعملية الطحن وما إلى ذلك، أو التي تصنع الجبس أو تصنع الإسمنت. فإننا إذا قلنا بأن الهواء الذي يخرج من مصنع الإسمنت مفطر، ولم يقل بهذا لا سلف ولا خلف، كلهم قالوا أن الغبار الذي يكون في المحاجر والذي يكون في مصانع الإسمنت والذي يكون في مصانع الجبس والذي يكون في المطاحن وما إلى ذلك، وكذلك الغازات التي تنبعث من عوازل السيارات، قالوا بأن هذه لا تفطر. فإذا كانت هذه الأمور تفطر، والحال أن بعض الفقهاء قالوا إن عبوة مريض الربو لا تفطر، فالذي أراه أن هذه العبوة لا تفطر، خاصة أن المريض صائم يقول أنا على استعداد بأن أصوم من بداية اليوم إلى نهايته. ولذلك أنا شخصياً يعني ذكرت ما ذهب إليه الكثير من متأخري فقهاء المالكية من الإفطار، وذكرت ما ذكره بعض العلماء من أنها غير مفطرة، وعندما استفتى أنا كعمار محجوبي أقول بأنها لا تفطر من باب رفع الحرج على الأمة، وكل ما شق فعنه يعفى، والمشقة تجلب التيسير. فلا يعقل أن يكون المريض يصرخ بأعلى صوته يا جماعة أنا أستطيع أن أصوم يعني من بداية اليوم إلى نهايته، فقط عندما تأتي الأزمة يعني أقوم بامتصاص جرعة أو جرعتين. نقول يعني هذا أمر ربما يمكن أن نطبق عليه القاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. والأخت الكريمة نقول لها صومك صحيح والله أعلم. بالنسبة إلى إخراج الفدية، هل تخرجها أم لا؟ إذا قلنا بأن الصوم صحيح تخرج الفدية لماذا؟
ليست مطالبة بأن تخرج فدية. هذا فقط. عبد السلام من وهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي عبد السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل، نحن في الاستماع. أنا مانيش قاري، نبغي نقرا صلاة الصبح بالآخر بالملك، وعامة باش نطول ما ناش السلام على الأيمان. نعم. ومن بعد نبقى نقرا سورة الإخلاص 100 والله سبحة، ونقول هذه سبحة على يرحم بها الموتى المسلمين، هذه عن الوالدين. يعني أنت داخل الصلاة تقرأ سورة الإخلاص عدة مرات، أم لم أفهمك جيدا؟ لا، من كن قارئ الصلاة. نعم، عندما تكون تنتظر الصلاة تقرأ سورة الإخلاس. وأنا نجيب سبحة سورة الإخلاس سبحة. تقرأها سبحة كاملة. على المسلمين والله على الوالدين. ما شاء الله، ما شاء الله. أيوة، والصبح نبغى نصليه تبارك، بأن نخدم ما نحفظش القرآن باش نجي طول شوية في صلاة الصبح. نعم، تسمع الإجابة بإذن الله. ربي يتقبل منا. إن شاء الله ربي يتقبل. هل لديك سؤال آخر؟ كان عندي سؤال وراح لي، ما راح لي. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. صحيح. سمية من قسنطينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا أختي سمية. مرحبا بك أخي. الله يسلمك. تعيش، حابة نستفسر على أمر العقيقة للذكر. العقيقة للذكر، متى تذبح؟ ذكر، متى تذبح؟ وهل يجوز لأهل المنزل ولا الأم يأكلوا منها؟ على خطر يقول لك لا يجوز أن يأكل أهل المنزل من ذبيحة العقيقة. نعم. ومن يقوم بالذبح؟ هل يجب الأب أو أي شخص آخر؟ نعم. المهم كل حاجة تتعلق بالعقيقة. يا رب. يا رب إن شاء الله. شكرا سيدتي الفاضلة، مع السلامة. الله يسلمك. أخي حمزة نشرع في الإجابة، نظهر من بومرداس كآخر مكالمة لهاته الأمسية. نعم، يسرى من بومرداس، عفوا يسرى من بومرداس. مرحبا أختي يسرى. أهلا أختي يسرى، نحن في الاستماع، نحن نسمعك جيدا. نعم، اخفضي من صوت الجهاز، جهاز التلفاز، حتى تسمعينا جيدا. حبيت نسقسي الشيخ بواحد الموضوع. تفضلي. نعم. أنا يا كنت مخطوبة مع واحد. نعم. إيه، وكنت مفتحة معه. نعم. ما كانش عقد مدني، فتحة برك، فتحة بين فتحة. نعم. ومن بعد هذيك صراو مشاكل، فسخت الفتحة هذيك، بصح هو طلقني بتليفون برك. اسك يجوز هذا الطلاق ولا لا؟ لا، بس طلقني بالثلاث، قال لي هاكي طالق ثلاث، ومحرم عليا يوم الدين، وقال لي لمي لي قشين، ديت له قشو وخلاص. اسك هذا الطلاق جائز ولا لا؟ لا. نعم. ولا لازم نجيب الشيخ ونحضر شهود باش نطلق؟ نعم، تسمعين الإجابة بإذن الله. شكرا. صح. شكرا سيدتي الفاضلة. إذا شيخنا عبد السلام من وهران يقول بأنه لا يجيد القراءة ويرغب في إطالة الصلاة، صلاة الصبح، هذا ما يضطره إلى قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك كل يوم. هذا الشق الأول من السؤال. في الشق الثاني يقول عندما يكون ينتظر الصلاة، صلاة الصبح، يقرأ سورة الإخلاص سبحة كاملة صدقة عن موتى المسلمين في جميع بقاع الأرض. فهو يبحث عن نصح، عن توجيه، وهل هذا الفعل يعني فعل مستحسن وفعل يثاب عليه ويؤجر؟ شيخنا تفضل. هو بادئ ذي بدء نطلب من الأخ الكريم أن يذكرنا في دعائه إن شاء الله، وهو أو في صلاته وهو يصلي وفي دعائه، ذلك أن الرجل يقول بأنني لا أحفظ ومع ذلك أقرأ في صلاة الصبح سورة الملك. ولذلك نقول له هنيئا لك،
وهذه الصورة تسمى المنجية أو ما إلى ذلك، وبالتالي فأنت قد صليت وقمت بالسنة، لأن التطويل في صلاة الصبح يكون بطوال المفصل، والملك تعتبر من طوال المفصل، وبالتالي ما دمت قد قرأت بسورة الملك فأنت قد قمت بالإطالة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، ولو أنك صليت بغير سورة الملك بأية سورة تحفظها فذلك أيضا جميل. ولعلي أضيف هنا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز للإنسان إذا كان يحسن القراءة أن نترك هذا لحين آخر بإذن الله عز وجل، لأن الوقت ربما بدأ يضيق علينا. أما بالنسبة لكونك تقرأ 100 مرة سورة الإخلاص فحسبك أن تعلم بأنك إن قرأتها 3 مرات فلقد ختمت القرآن الكريم، أو لقد أعطاك المولى عز وجل أجر ختمة من القرآن الكريم، فجازاك الله خيرا. ولا تنسنا من دعائك، جزاك الله خيرا. شكرا شيخنا. سمية من قسنطينة هي تسأل عن العقيقة للذكر، متى تذبح، وهل يجوز لأهل المنزل أن يأكلوا منها، ومن يقوم بالذبح يعني الوالد، وهي يعني تبحث كل ما هو متعلق يعني نصائح وإرشادات وتوجيهات فيما يخص العقيقة للذكر شيخنا. الواقع أنه ليس هناك فرق بين عقيقة الذكر والأنثى، ولعل البعض يعتقد بأنه يوجد فرق بين عقيقة الذكر والأنثى مما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن أو الحسين بكبشين أقرنين، فهذا لا يدل على أن الذكر ينبغي أن تكون عقيقته شاتان والأنثى شات واحدة. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام عق على إحدى بناته في الوقت الذي نزل فيه حكم العقيقة لعله كان يعق بشاتين أو بكبشين أملحين كما ورد. ولذلك إن ورود السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم عق بكبشين أملحين عن الحسن والحسين هذا ليس فيه تفريق بين الذكر والأنثى، غاية ما في الأمر أن النبي عليه وسلم عق على أحد أبنائه بكبشين أقرنين، ولو أن المولود الذي ولد له حينئذ كان أنثى لعله عق له بثلاثة كباش أو بأربعة كباش. ولذلك لا يؤخذ من هذا إطلاقا أن الذكر نعق عنه بكبشين والأنثى نعق عنها بكبش واحد. والمالكية يقولون العقيقة عن الذكر والأنثى جميعا كبش أو شاة واحدة، يعني يستحب أن تكون من البياض ويستحب أن تكون يعني مذكرة، يعني ما يسمى بشروط الأضحية، بعد أن الذي يذبحها إما أن يذبحها الوالد وذلك أفضل، فإن كان الوالد يتحرج من ذلك لطبع فبعض الناس لا يستطيعون أو لا يحسنون الذبح وكلف بذلك الجزار أو كلف بذلك أخاه أو كلف بذلك الجار، لا بأس بذلك. ولذلك نقول لا بأس أن يقوم بالذكاة الوالد أو من يكلفه الوالد. ولذلك نقول العقيقة يذبحها من كلف بها. الأكل تشبه الأضحية تماما. قال بعض الناس ولكن ليست هناك سنة أن الثلث يكون للأكل وثلث يكون للتصدق وثلث يكون للإهداء، لم ترد سنة صحيحة في ذلك. فلو أننا أكلناها جميعا في الأسرة لكفت،
ولو أننا أهديناها جميعا لكفت، ولو أننا تصدقنا بها جميعا لكفت. إذن ليس هناك ما يدل على أن أكل أهل المولود من العقيقة مكروه أو لا يجوز أبدا، وإن شروطها شروط الأضحية، بل إن لذتها أن يأكل الوالد من كبدها كما يأكل من كبد الأضحية. ومن السنة أن يأخذ الوالد من لحمها، أن يأخذ من ذراعها، وأن يأخذ من كتفها، وأن يأخذ من وسطها، من كل منطقة من الجسد يأخذ جزءا من اللحم ويصنع به مرقا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحى أو عق يفعل ما ذكرته لكم من أن ينزل، من أن يأخذ جزءا من اللحم من كل أجزاء الشاة ويصنع به مرقا ويأكل به أهل الدار جميعا. ولذلك نقول للأخت الكريمة: عقي على ولدك بشاة وإن شئت بشاتين فبها. وهذا ليس فيه دليل على أفضلية الأنثى أو الذكر، وإنما جميعهما نعق عليهما بنفس الصيغة، ثم بعد ذلك نأكل ولا حرج في ذلك، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. يسرى من بومرداس تقول بأنها كانت مخطوبة مع يعني شخص ومفتحة معاه، تقول بعدها حدثت بيننا مشاكل فطلقها بالثلاث بالهاتف ثم ردت له جميع أغراضه. تقول: هل هذه الطلقة يعني كافية أم يجب أن تحضر الشيخ والشهود لتفض هذا العقد، يعني العقد الشرعي؟ هو هناك فرق بين الخطبة والفاتحة. الخطبة وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ليس حتى أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام خطيبها غير متحجبة، لا يجوز له أن يرى من وجه مخطوبته إلا الوجه والكفين كما يقول العلماء. لكن إن كانت هناك فاتحة فالفاتحة عقد شرعي، فقط يسمى عرفي باعتبار أنه غير موثق، لكن يترتب عليه جميع ما يترتب على العقد الشرعي. هل نحتاج في حالة الطلاق إلى أن نحضر شيخا وشهودا؟ لا نحتاج، لا إلى أن نحضر شيخ ولا إلى إشهاد ولا أي شيء، بمجرد أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ولو مرة واحدة، وبالتالي أنت طالقة طالق طالق أو ما أدري أو طالق ثلاث، هذا يعني أدخل نفسه في الحرام فقط، لأن الطلاق كما يقول العلماء طلاق سنة وطلاق بدعة، فطلاق الثلاث يعتبر من طلاق البدعة وهو حرام ويقع. ولذلك نقول للأخت الكريمة: لا تحتاجين إلى جماعة أو إلى شيخ، وإنما تحتاجين فقط إلى أن يعني تعتبري نفسك قد خرجت، لأنه لا عدة عليك، والله أعلم. والله أعلى وأعلم. شكرا شيخنا على هذه الإجادة والإفادة في هذه الأسئلة، أسئلة المشاهدين. شيخنا عمار، فيما تبقى لدينا من وقت حوالي دقيقة، أوصونا بالدعاء. إخوة، أخت منال مريضة، نسأل لها الشفاء، تلتمس منك الدعاء لها بالشفاء. فيه بعض الزملاء لهم أهلهم مرضى بكوفيد 19 وكل أبناء المعمورة في الجزائر، وفيه كذلك شيخنا الشيخ علي سيد المتطوعين والمؤذنين بالعاصمة، توفته المنية، يعني أبناء حي صلاح الدين يلتمسون منك الدعاء له شيخنا فيما تبقى لدينا من وقت دقيقة. يعني يا رب لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، آمين، وارحم موتانا، آمين، وأسكنهم فسيح جنانك، آمين. والشيخ الكريم الذي توفي نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، أن تسكنه فسيح جنانك. ونقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن يكن محسنا فزد في إحسانه، وإن يكن مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وألحقنا به سالمين غانمين على لا إله إلا الله،
محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر موصول إلى كل من خدمنا الآن في العارضة التقنية بقيادة حمزة كمال، وإليكم أنتم مشاهدينا الكرام إلى أن ألقاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.